طبعا بعض الزيجات تفشل والأسباب كثيرة ما نقدر لا نعدها ولا نحصيها كمان، بس لما تنفصلي يكون في ضحية اللي هم الأطفال، كيف ممكن نتعامل معهم بهالطريقة؟ وكيف ممكن نتعامل مع الزوج؟ وكيف ممكن نحرص أنه ما يعني نهز صورة الأب عند الأطفال؟ هذه أشياء جدا مهمة راح نتكلم فيها مع الأستاذة غزوة العمري، حياك الله. الله يحييكم ورحب فيك وفي جميع المشاهدين. هلا بك أستاذة غزوة. شفنا وصادفنا ناس مرة كثير تلقين من ساعة الانفصال أبوك فيه، أبوك سوى، أبوك ما سوى. ليش ندخل الأطفال بالأشياء هذه؟ ليه ما نخلي في شيء في عازل؟ ليه ما نخليهم براحة نفسية؟ ليه ما نخليهم في تصالح بينهم وبين الأب؟ أكيد يعني إحنا لو تكلمنا عن الطلاق، الطلاق يعتبر كارثة على الأسرة، يعني ركنين من أركان الأسرة راح يتشتتون. جميل. الأطفال راح يكونون مع الأب أو مع الأم. لازم يكونوا منقسمين. أي. فهنا فيه تغيير للحياة الطبيعية للأسرة. أوكي. أنا هنا يعني الأطفال راح يفقدون يعني أشياء كثيرة هم محتاجينها من الأسرة. راح يفقدون الأمان، راح يفقدون وجود الأب والأم مع بعض، راح يفقدون هالعلاقة اللي بين الأب والأم. فقدان العلاقة هذه بين الأب والأم راح يأثر على علاقة الأبناء بعضهم في بعض، وراح يأثر على علاقتهم بالأب وعلاقتهم بالأم. شيء أكيد. صحيح. طب مو راجع للأم كل الشيء هذا؟ يعني الأم هي اللي تقوي علاقة الطفل، أحس هي اللي تقوي علاقة الطفل بأبوه، وهي كمان اللي تحببهم بأبوه حتى بعد الانفصال. بالعكس ممكن يكونوا الأطفال، ممكن يصير الانفصال والأطفال ما يكونوا عند الأم، يكونوا عند الأب. جميل. وبالمقابل برضو الأب هو اللي يقدر يقوي علاقة الأطفال بأمهم ويحببهم في أمهم. لكن بعض الأحيان أستاذة غزوة الطلاق يكون حل مناسب. أكيد. لهذه الأسرة. بالعكس يمكن لو فضلوا الأم والأب مع بعض راح يهز من شخصية. صحيح. الأطفال، فبالتالي الطلاق هو أنسب حل. ممكن الأب يكون من النوع اللي مثلا يضرب الأم، ممكن الأب يكون من النوع اللي يتطاول على الأم. صحيح. أو ممكن مثلا يكون لا قدر الله من النوع اللي مثلا مدمن مخدرات، مدمن كحول، أو ممكن تكون الأم نفسها مهملة في بيتها، مهملة مع زوجها، مهملة. صحيح. مع أي يعني يكون الخلل في أحد الطرفين. صحيح. ممكن يكون الخلل ده النتيجة الطبيعية والسليمة له أنه يتم الانفصال والطلاق. لكن لو تم الانفصال والطلاق بين الأم والأب هدول، كيف ممكن الأم في دي الحالة، في حالة لو كان الأب في عيب بسبب أو لآخر، تقدر أنه هي تفهم أولادهم وتوعيها وتوعيهم أنه هذا أبوكم، لكن في مثلا العيب ده بسبب أنا اتطلقت. صحيح. زي ما قلتي الآن بالنسبة للطلاق أحيانا يكون حل إذا كانت المشاكل مستمرة في الأسرة. نعم. فاستمرارية المشاكل في الأسرة راح تأثر على الأبناء بشكل أكبر وبشكل أكثر. فالحل اللي هو الطلاق، يعني إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. صحيح. وهو حل لكثير يعني من بعض المشاكل. لكن لما نجي عند الطلاق، الطلاق المفروض يبنى أو يتخذ قراره بخطة بين الزوجين. جميل. يعني ما يتخذ بشكل عشوائي أو بشكل عناد أو بشكل يعني زيادة مشاكل على الأسرة. توافق. أنه يكون في اتفاق، يعني أنه خلاص وصلنا لمرحلة أنه ما نقدر نستمر مع بعض. جميل. يكون في اتفاق بين الزوجين وراح ننفصل. طيب ما بعد الانفصال يجب أن يخطط له. هنا التخطيط لما بعد الانفصال راح يخفف من الصدمة على الأبناء، راح يقلل من المشاكل. بصراحة اسمحيني فيها، زوجين فاهمين واعيين، ممكن نقول الثقافة الاجتماعية. صحيح. وكمان الدراسة ترى بتساعد في ده الموضوع مرة كثير. لكن أكيد. للأسف الشديد إنه كان بيتم الطلاق بين أسر ممكن يكونوا مو مكملين تعليمهم، بين أسر ممكن يكونوا مكملين تعليمهم على مستوى جدا عالي من الدراسة، بس ما يهمه غير نفسه أو ما يهمه غير نفسه. أناني. صح. والبعض يستخدم الأطفال كسلاح، سلاح للحرب. صحيح. أسلوب ضغط. أي. عفوا كنت بتقولي؟ يعني البعض يعني يتخذ الأبناء سلاح للضغط أو الحرب. صحيح. يعني بينه وبين طليقته. ليه أو يعني مثلا أنا عشان أكيد الأب أقوم أضرب الابن، أو مثلا العكس أنا عشان أكيد الأم أقوم أحرمها من الأولاد. طب إيش هذه الحركات؟ يعني معليش هذه حركات أعتبرها فردية، يعني ويعني تعود لشخصية الأب وشخصية الأم. يعني ما في أم راح تعرض أبنائها لأي ضرر سواء جسدي أو نفسي إلا هنا في خلل في شخصية في الأم. ناس كتير الأب نفس الشيء ما راح يعرض أبنائه لأي ضرر إلا في خلل في شخصيته. جميل. صحيح معك حق. الحين اقتنعت فعلا أنه ممكن يكون هذه السيدة فيها خلل في شخصيتها، لأنه مستحيل يكون في أم ممكن تضر ولدها حتى لو نفسيا. لأنه عارفين إحنا قد إيه الطلاق ممكن يأثر على نفسية الأبناء، كيف هيقدروا يفكروا بعدين. لكن زي ما كنت بقول لك أنا قبل ما نبدأ معك الفقرة، أنه أنا أشعر أنه الطلاق
سواء كان سلبي أو كان إيجابي، سواء كان في تخطيط أو ما كان في تخطيط، فهو في الأخير مدمر للأبناء. أكيد. مدمر عفوا لكيان الأسرة. أكيد هو أزمة وكارثة صراحة على الأسرة. لو نتكلم أكثر على سلبيات الطلاق بالنسبة، خليني أقول للأبناء، خصوصا لما يكونوا مراهقين يعني مو أطفال. شوفي، الطلاق يعني آثاره على الأطفال، على المراهقين، على الشباب، في كل المراحل راح يتأثرون. لكن إحنا دائما نقول مرحلة الأطفال اللي هي مرحلة النمو ومرحلة تطوير يعني النفس والذات، فهنا يكون تأثيرها أكبر. والأطفال في سن يعني ما فيه وعي، يعني هم شايفين الأب والأم منفصلين، ما عندهم ذاك الإدراك وذاك الوعي، مو مستوعبين. فهنا يشعرون يعني بفقد الأمان، يعني الأم الأب اللي كانوا يرعوننا فجأة انفصلوا عن بعض. هنا إحساسهم بعدم الأمان راح يأثر عليهم، راح يسبب لهم اضطرابات نفسية، اضطرابات سلوكية. فمرحلة الأطفال هي أكثر مرحلة تتأثر بالانفصال والطلاق. مرحلة المراهقة نفس الشيء، يعني هنا في المرحلة هذه بالذات يعني محتاجين دعم الأب والأم، محتاجين دعم الأسرة، احتواء الأسرة. الأسرة بالنسبة لهم أمان. صحيح. فهنا راح يفقدون هالأمان، راح يفقدون هالحاجات الأساسية في مراحل النمو. من وين يوفرها الشخص؟ يوفرها من الأسرة. صحيح. طبعا لما الأسرة تتفكك راح يفقد كل هالأشياء، فحاجاته راح يعني يخسر حاجات كثيرة وما راح يحصل عليها. هنا راح تتأثر شخصيته، ممكن تتأثر عليه حتى في مراحل عمر متقدم. صحيح. ممكن تأثر عليه حتى في زواجه مستقبلا بعد الزواج. صحيح. نعم. في الحين دائما لما تنفصل واحدة عن زوجها تلقينا انه خلاص هو انسان سيء. طب ليش ما يكون انسان سيء بينك وبين نفسك؟ ليش لازم الطاقه اللي انت يعني حطتها بقلبك وحقدك عليه تعطينها للاطفال؟ صحيح. يعني تحاول كثر ما تقدر انها تكره الاطفال بابوهم. هنا الخلل. صح. اكيد. يعني احس انه دائما الزواج توافق، حتى لما تبغين تطلقين تطلقي باحترام وادب. صح. يعني خلي الصوره العامة جميلة بينك وبينه، عاد احنا ما لنا دخل، لا تدخلينا بأمورك الخاصة. بس الأطفال كيف يتعاملون مع الأم هذه؟ الأطفال يعني شوفي، أحيانا لما الأب يعمل حركات أو تصرفات غير مقبولة أكيد الأطفال راح يحسوا فيها ويشعرون فيها. بس لما تجي الأم مثلا أنه تكبر قلوبهم على أبوهم، تبدأ تخرب علاقتهم مع أبوهم. صحيح. هالشي مو في صالحها هي أساسا. أنت قاعدة تأثرين على أطفالك أكثر من أن أنت قاعدة تأثرين على أبوهم. لأنه أنت مجرد ما أنت قاعدة تحسسينهم أو تشعرينهم أنه أبوكم بهالمواصفات وبهالخلل، هم راح يتأثرون شيء أكيد، لأنه هم بانين صورة للأب. صحيح. وهذا شيء طبيعي بالفطرة، أنه الأبناء صورة الأم وصورة الأب، يعني الأفضل أنها ما تنهز أبدا. طيب انفصلوا، مين الأحق بتربيتهم؟ مين الأحق إنه يأخذ الأبناء؟ دائما هي الأم. الأم أكيد. تلقينها. طب إذا كان فيها خلل دائما هي الأم، حتى لو سيئة بس تعود للقاضي. يعني هذا فيها كثير كلام يعني يعود الموضوع ده للقاضي. إذا كانت الأم سيئة أو لا تصلح لتربية الأبناء ما يعطيها الحضانة. أوكي. لكن عارفة أنا مثلا إيش اللي يكون من جد مزعج؟ إنه خلاص، طب ما أنت طلقتي وهو طلق، أوكي، أنتم الآن أنتم الاثنين مطلقين، كل واحد هيدور له حياة. أنا متأكدة لو واحد فيهم يتزوج الثاني هيتزوج. هنا وقتها الأبناء إيش هيصير معهم في وجود زوجة أب وزوج الأم؟ زي ما قلت لك من البداية أنه المفروض أن الطلاق يبنى على خطة وعلى يعني أساسيات متفق عليها. صح. من ناحية النفقة، من ناحية الزيارة، من ناحية بقاء الأبناء في الوضع الأنسب لهم وين يكون، على حسب سنهم، على حسب حاجتهم، هم محتاجين في هالسن للأم أكثر أو للأب أكثر. فهذه يعني لازم تأخذ في عين الاعتبار. يعني زي ما قلتي أنه البعض يعني الأم مثلا تكون أنانية، تفكر في نفسها وترمي الأبناء انتقاما من الأب، تقول لا أو أنت تخليهم وتخلي الشغالة تربيهم، أي أو ترميهم على الأب وتقول له لا أنت مسؤول عنهم. الأب نفس الشيء يقول لا أنت مسؤولة عنهم. هنا يصيرون يعني الأبناء ضحية كمان. ضحية حرب بين الأب والأم. كل هذا راح يعكس على الأبناء أكثر من الفائدة اللي راح يحصل عليها الأب والأم. هو ما راح يحصل على فائدة أبدا، ولا هي راح تحصل على فائدة من هالحرب اللي قائمة، أكثر من راح يتأثر الأطفال والأبناء. وللأسف يعني كثير من الحالات اللي نشوفها يعني يحصل الندم يعني بعد فوات الأوان، لما يظهر على الأطفال سلوكيات يعني غير مقبولة، اضطرابات نفسية، أمراض عقلية توصل، سلوكيات يعني الانحراف والإرهاب والأشياء هذه كلها يعني تظهر من عدم إشباع الحاجات للأطفال في الأسرة الطبيعية، راح يؤثر عليهم وراح ينتج سلوكيات مثل هالسلوكيات. صحيح. احنا كمان عندنا جفاف عاطفي.
يعني اغلبنا اغلب طبعا المجتمع عنده جفاف عاطفي. كلمه احبك دي ملغيه من القاموس، وش اخبارك حياتي يا عمري هذه ملغيه بين عيالنا. فيمكن غزل هذا اللي اثر علينا اكثر، انه الجفاف اللي جالس يصير معنا. يمكن لو شبعنا عيالنا حب، شبعناهم حضن، شبعناهم هم لو شبعوا ما هيطلقوا والله. لا 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 مش احنا ما نتكلم عن الزوج. انا فعلا فعلا رندا، يعني يمكن انا بسمع كلام استاذه غزوه وجدا منزعجه من الموضوع، لانه فعلا بيتاثروا كثير اطفال عندنا في المجتمع العربي ككل، مو بس مجتمعنا السعودي او مجتمعنا الخليجي. أتمنى فعلا أنه يوصل صوت الكثير من الأطفال، خصوصا يعني من فترة شفت طفل كان يعنف من قبل زوج أمه عشان هو يعني كان مطلقين هي وأبوه حاجة زي كده، وكان بيتعنف. ففعلا تأثرت بهذا الموقف. أتمنى من جد أن الأمهات ينتبهوا على أولادهم في هذا الموضوع. يعطيك ألف عافية أستاذة غزوة العمري، شرفتينا ونورتينا، وشكرا لك على هذه المعلومات القيمة. شكرا لك حديث لا يمل. شكرا لك مشاهدينا، فاصل ورجعنا لكم من جديد.